عشق أهداف المرأة وعشق تاني أهداف الفن. وعندما أقول الفن أقول بالضرورة قراءة كتب كثيرة. أقصد أيضا الفنون التشكيلية والرسوم الحفر والنقش والفشل. كتب بطبيعة الحال الفنون التشكيلية هذه التي تعرفونها. فضروري إذا عاش هذا العشقين عاش حياة فريدة. يوما ما صدم لصوص حقول وجود زوجين زوجاش حقول وجود فدهنت المرأة وعاش الفنان وحيدا بين لوحاته وبين إبداعاته. عندما مات هذا الفنان أتت صديقته النادية الهولندية كارمين فان بوست وكتبت على شاهدة القبر يلي ما يلي. تقول في الشاهدة هذا الفنان ومات ناضجا من أجل السماء لا من أجل الموت. المؤمن ميغ أوسيان نون بوكلامور ومات ناضجا من أجل السماء لا من أجل الموت. لهذا سيظل اسمه محفورا في الذاكرة. معناهما معناها أن صاحب الروايات كل صباحات الآن مجنون أن يتعافى الجنون ويعيش مرتين، مرة حياة عالية ومرة حياة ما بعد الموت. ونأتي أن هذا الصباح ونحن نتعامل مع القراءة وبين فنان كبير مخرج من نفس الشريف بكر الذي تعاملت مع الفنون كثيرا وقد اتحمل من شخصيه اللي حضر معه كشخص. نحن يمكن ان نستحضر هذا المقطع الفني ونحن نتعامل مع القراءه نتعامل مع بالسهوليه نتعامل مع الجهد بالطرح. فاذا الشكر كل الشكر الوصول كل حاضرين لها في الشيخ فريق فنانا دكتور السادس الاكاديميين سيد منتج المديريه الاكاديميه بطبيعه الحال رجل او لا رجال له الفضل كل الفضل انه يقفوك على الانشطه وعلى الرسوم السيريس الجديد على رسوم ايضا السيد البحري على رسوم ايضا السيد المجيد دون ان ننسى كل اساس اللغه الفرنسيه اساسنا واستاذنا للغه الفرنسيه وكل الحاضرين معهم ايضا من اهل